طيب يا جماعة خلينا الأول نتكلم طبعا مبسوطة جدا إن أنتوا جيتوا كلكم بس خلينا في الأول خالص نتفق إحنا موجودين ليه؟ أنا إيمان أيمن فاوندر تشانستنا. تشانستنا مبادرة هدفها توفير مساحة للتعبير عن الذات. هنحقق دوت عن طريق فعاليتين مونثلي. الأولانية مونثلي برينتد ماجازين هتتوزع في الكووركينج سبيسز، والفعالية الثانية برضو هكون مونثلي بالتكامل مع المجلة، هيكون مونثلي إيفنت بابليك إيفنت. كل مرة هيكون موضوع الإيفنت نفسه هيكون موجه لفئة معينة. الغاية اللي قلنا أصلا النهاردة هي عشان بس إننا ما نختلفش، مش عشان بس نولد اتفاقات. أول فعالياتنا النهاردة إن شاء الله السلوجن بتاعها اسمه إدونا فرصتنا بقى. هدفنا إننا نكلم طلاب الأنشطة الطلابية. كل الناس اللي هيطلعوا يتكلموا هم يا إما كانوا في أنشطة طلابية يا إما هم ستيل ومكملين، والهدف بس من وجود فئة معينة بنخاطبها في كل إيفنت إن الكلام يكون هو واصل لهم قوي والكلام منهم وليهم، فالموضوع يبقى يعني كل الكلام يناسبهم. نشارك بعض بخبراتنا وتجاربنا اللي احنا مرينا بيها.